أروح معاكم مشاهدينا لشاب مصري كده اتعرض لحادث غير مجرى حياته، اسمه عمر حجازي. الحادث ده تسبب في بتر واحدة من ساقيه. عمر قرر ان هو يكون أيقونة للتحدي وأمل، وان هو يكمل عادي في الرياضة اللي بيحبها وكمان يتفوق فيها. قدر عمر ان هو يكون أول مغامر وسباح مصري بيعبر خليج العقبة من الأردن لمصر خلال 8 ساعات. كمان قدر ان هو يقود دراجة من طابة بسينا لأهرامات الجيزة وبساق واحدة. خلونا نشوف هذا التقرير والنموذج الرائع ده. أنا عمر حجازي، 27 سنة. كنت أول مصري وعربي أعوم من الأردن لمصر. دراستي درست فاينانس. أنا كنت الأول إنسان طبيعي برجلين عادي، كنت بحب المغامرة بشكل عام، كنت بحب أعمل مغامرات مختلفة في أماكن مختلفة بشكل عشوائي. بعد كده لما حصلت الحادثة، حادثة موتوسيكل، قررت إن أنا هبدأ أعمل اللي أنا بحبه ده، اللي أنا فعلا أنا بشتغل في بنك عادي الصبح، بس قررت إن أنا هدي مجهود أكتر وطاقة أكتر لإن أنا أعمل اللي أنا بحبه وأعمله بشكل أكبر من أي حاجة عملتها قبل كده. سلقت جبل مثلا روك كلايمينج برجل واحدة، وده خد مني تمرين كتير قوي وخد مني تقويات لدراعاتي بشكل اكتر من اي وقت قبل كده. فجت بعد كده فكره خليج العقبه، لقيت ان مفيش امبيوتي في العالم ولا في اي مواقف في العالم عملها قبل كده، فقلت ليه ما اعملهاش. كنت الاول وكنت بعوم عادي، يعني كنت بعوم زي اي حد، ممكن اعوم 50 متر 100 متر بالكتير. فقلت انا هتمرن الموضوع ده وهعمله ان شاء الله. الحمد لله ربنا وفقنا وعملت. كنت اول امبيتي في العالم يعوم خارج العقبه، واول مصري وعربي. ومن بعدها الناس بدات تعرفني شويه في مجال الرياضه. وبعدها عملت، رحت بطوله شمال انجلترا المفتوحه، السفير الانجليزي بعتني امثل مصر هناك، حققت رقم كويس قوي برده، كنت المعاق الوحيد هناك. عملت رحله مستوحاه من قصه سيدنا موسى في مصر. بدات من طابا، او انا كنت الاول عمت من الاردن لطابا، وكملتها بقى من طابا لحد اهرامات الجيزه عن طريق سانت كاترين. قدرت الحمد لله ان انا اعمل من طابا لاهرامات الجيزه، ودي كانت دعوه، كان فيها رساله ان في الاخر احنا كلنا مؤمنين بنفس الرسل وبنفس الانبياء، وسينا وارض سينا وارض مصر هي ارض احتضنت كل الثقافات وكل الاديان وكل الحضارات. بعد ما الرئيس السيسي عمل السنه الاخيره دي عمل اعاقه، وبدا يبقى في ضوء و الموضوع بدا يتشاف، بدا يبقى فيه رؤيه اكتر. وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي كان معانا بشكل قوي قوي في الحدث اللي فات ده، كان رعيب كل خطوه بخطوه، واستنانا في الاهرامات، كان في الحفل الختام هو اللي هو احمد راشد. فوزاره الشباب والرياضه طبعا يعني انا شاكل ليها على اللي فات، وفي طبعا شراكات جايه، وهنعمل مجال رياضي للادفنشر، يعني هنبداه ان شاء الله معاهم. ليه طبعا اهداف شخصيه، احلام شخصيه نفسي اعملها، نفسي اعمل زي ما عملت رحله سيدنا موسى، اعمل رحله العائله المقدسه اللي حصلت في مصر ولسه واخدين توثيق عليها قريب. نفسي اعمل بطولات تانية في السباحه، يعني انفرادات تانية في السباحه، تبقى ان شاء الله برضو اول مصري واول مواقف في العالم يعملها. طبعا بتبقى رحله مش عاديه، ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان انا عادي برحله زي دي، مش متخيل يعني. كنت اشوف اي حد عنده عقل حاسسهم هم في عالم تاني وانا في عالم تاني، يعني كنت قبل الحادثه حتى لما اجي اعمل ادفنشر اعمل مغامره اتمنى ان انا لو حصل لي حاجه اموت على طول، ما يحصلليش اعاقه او عاهه. فلما رحت الناحيه الثانيه من الصوره كانت رحله بقى مختلفه تماما عن المتوقعات، وزي ما فيها الوحش زي ما فيها الحلو، يعني ما اقدرش اظلم الرحله، لا العكس، علمتني كتير وزودتني كتير وخلتني الشخص اللي دلوقتي ممكن الناس تشوفه بطل. يعني قبل كده ما كنتش، كنت عادي زي اي حد.